فريد الملكي معاك. اهلا وسهلا. وأموري. انا عندي اخبار تهمك في القضية. انما مش هتكلم ولا حقول ولا حاجة غير لما تأمني انا وجوزي وبنتي. انا شايف ان احنا نتقابل الاول ونتكلم وبعد كده نبقى نشوف موضوع الضمانات ده. مش هقدر اعمل كده غير لما احس بالامان. انا هكلمك بكرة الساعة 7 وبعدين نقرر هنعمل.